بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أول لقاء يا جماعة في مادة مواضيع خاصة في الشبكات لطلاب شبكات الحاسوب وإنترنت قسم تكنولوجيا المعلومات. اللقاء هذا هيكون لقاء تعريفي عن المادة، هنتكلم فيه شوية صغيرة عن شبكات اللان والوان وعن الراوتر ومكونات الشبكات المادية. طبعا هذه المادة يا جماعة بتيجي تزامنا مع اللي هو مواد الشبكات اللي احنا بناخدها الفصل هذا، زي اللي هو مثلا إدارة الشبكات أو اللي هو الشبكات المتقدمة الخاصة بالباكيت تريسر. بالمناسبة يعني مادة الشبكات المتقدمة أنا بعثت لكم رابط تنزله من خلاله برنامج الباكيت تريسر، وحسير إن شاء الله أبعث لكم الفيديوهات هذه هتتبعوا معها خطوة بخطوة، لأنه المادة عملية بحتة يفترض تكونوا عندي في الجامعة، بس احنا إن شاء الله نحاول نغطيها أو نغطي قدر الإمكان قد ما نقدر. تمام، فهنحاول نطبق مع الفيديو إيش التجارب اللي بتصير، وإحنا نطبقها من خلال تنزيل برنامج الباكيت تريسر. تمام، أما في إدارة الشبكات إحنا وصلنا لأنواع الكابلات، توصلنا للأوبتيكال فايبر، كابلات الألياف البصرية، شرحنا اليو تي بي والأس تي بي في اللي هو الكوأكسيال كيبل أو الكوابل المحورية، وتعمقنا شوي في موضوع الأوبتيكال فايبر، وطلبنا منكم هوم وورك في للأوبتيكال فايبر بالتفصيل من خمس أو سوري من سبع لسبع من سبع لعشر صفحات. تمام، المادة هذه يا جماعة مادة مواضيع خاصة، عبارة عن مواضيع مختارة في الشبكات، يعني احنا هنختار موضوع في الشبكات او عدة مواضيع في الشبكات ونشرحها خلال الفصل. يعني لو لاحظنا في الكتاب اللي انا رافع لكم اياه على البوابة، الكتاب هذا يا جماعة او الملزمة هذه مكونة من 11 صفحة، احنا هنشرح اكتر من 11 صفحة من لنهاية الفصل. تمام، لهيك ما بلهاش كتاب معين، يعني هذه المادة اسمها مواضيع مختارة، هنشوف موضوع مختار او نختار لنا موضوع من اي مكان ونيجي نشرحه هان. تمام، بالتالي بدكم تراعوا انه مش هيكون في تسلسل في الوحدات ومش هيكون في تسلسل في الشرح، يعني مش هنشرح زي باقي المواد مثلا في إدارة الشبكات. مثلا احنا ماشيين خطوة بخطوة، تعرفنا على الشبكات في البداية، ايش تعريف الشبكات، بعدين شبكات الحاسوب، بعدين مكونات الشبكات، بعدين تحدثنا على انواع أنظمة التشغيل، بعدين تحدثنا، كان الموضوع تسلسل يعني. تمام، أما في موضوع أو في مادة مواضيع مختارة في الشبكات أو اللي هو مواضيع خاصة، هنختار مواضيع معينة ونيجي نشرحها، يعني نحاول قد ما نقدر نغطي مواضيع مهمة في الشبكات. تمام، طيب في البداية احنا تقريبا هذا السلايد اللي قدامنا أو الكتاب اللي قدامنا بيتكلم على اللي هو مكونات الشبكات، بيتكلم كيف بدنا نعمل أو كيف بدنا نبرمج نعد يعني شبكة محلية باستخدام الأكسس بوينت. اكيد كلنا بنعرف ايش يعني اكسس بوينت وايش يعني راوتر وكيف الراوتر بده يتحول لاكسس بوينت او العكس. تمام، فبدنا نشوف كيف طريقة ادارة هذه الشبكة، كيف بدنا نقدر نعمل اعادة مثلا برمجة للراوتر من خلال شبكات اللان المحلية. تمام، طيب اعداد شبكة محلية لاسلكية باستخدام اكسس بوينت. بقول لي في الآونة الأخيرة انتشرت الشبكات في معظم المدن حيث لا تخلو حياتنا منها، خصوصا تلك اللاسلكية. تمام، هنا بمقدمة عامة عن الشبكات اللاسلكية، إنه هي موجودة في كل مكان في العالم، سواء في المنازل، في الأماكن السياحية، في الفنادق، في المقاهي، في كل مكان. تمام، طيب الغرض من هذا الكتاب يا جماعة إنه إحنا بدنا نتعلم كيف نعمل هذه الشبكة وكيف نبرمجها وكيف نديرها. تمام، هنا بقول لي إنه الملزمة اللي قدامنا هتكون مكونة من 3 فصول، الفصل الأول بدنا نتعرف على المكونات المادية للشبكات، الفصل الثاني هنبرمج الشبكة، والفصل الثالث هنعمل إدارة للشبكة باستخدام مين؟ باستخدام البرنامج. تمام، هذا اللي هنتكلم عنه في من هان لنهاية شرحنا في الملزمة. يعني احنا سبق وتحدثنا في مادة إدارة الشبكات وفي مادة الشبكات المتقدمة في البداية عن اللي هو المكونات المادية للشبكات، حكينا انه في عندي مكونات مادية للشبكات وتعرفنا عليها، مظبوط ولا لا؟ طيب نيجي نراجع مع بعض المكونات المادية للشبكات. قبل بقول لي ما ندخل في تفاصيل مكونات الشبكة المحلية اللاسلكية، لازم نعرف انه في فرق ما بين الراوتر وما بين الاكسس بوينت. تمام، كتير من الناس او كتير من الشباب بتلاقي عنده في البيت اكسس بوينت وهو بفكره راوتر،
يعني بكون مثلا هو عنده راوتر في البيت او الهب هذا، فبكون ماخذ من شبكة رئيسية او من مكان مركزي، فبيجي يمد سلك من الراوتر اللي عنده لشخص تاني، فبالتالي ما بيحصلش على نت لانه اللي عنده اكسس بوينت مش راوتر، تمام؟ ما بوجهش الحزم الاكسس بوينت، هو فقط بياخذ من الراوتر. فبدنا نشوف احنا ايش الفرق ما بين الراوتر وما بين الاكسس بوينت. الراوتر يا جماعة بيقول لي هو عبارة عن مجموعة، سوري، هو عبارة عن موجه حزم البيانات بين شبكتين أو أكثر، يعني بوجه البيانات بين عدة شبكات، تمام؟ ويستخدم لربط الشبكات مع بعضها، على سبيل ذلك ربط خط الـ DSL بمجموعة حواسيب. يعني مثلا خط الـ ADSL اللي بيجينا من الاتصالات هذا احنا بنشبكه في الراوتر، والراوتر بيستطيع من خلال هذا الخط توزيع الحزم او توزيع البيانات على اكثر من ايش، على اكثر من شبكة او على مجموعة من الحواسيب، تمام؟ ربط خدمة الانترنت بمجموعة حواسيب في المنزل او المكاتب، حيث يعتبر الانترنت شبكة واحد والحواسيب في المنزل او المكتبة شبكة ايش، شبكة اثنين. عرفنا كيف يعني احنا شابكين مثلا شابكين او مخدين خط من الاتصالات، فبقول لي انه بنيجي بنقدر نربط خدمة الانترنت عن طريق خط الاي دي اس ال في ايش، في الراوتر. اما الانترنت بيكون عبارة عن شبكة واحد اللي هي بتكون في اللي هو بيكون خط الانترنت الاي دي اس ال، والخط الثاني او الشبكة الثانية اللي هي الحواسيب في المنزل او ايش، او في المكتب. والمقصود بالحواسيب طبعا يا جماعة مش شرط انه هي بس اللابتوبات واجهزة الكمبيوتر، لا، اي شيء بامكانه الدخول لشبكة الواي فاي هذا نعتبره ايش، حاسوب، زي الجوالات مثلا، تمام؟ طيب الواب يعني الوايرلس اكسس بوينت. احنا بنعرف اللان والوان، الان في عندنا بنعرف اللان والوان والمان. اللان اللي هو اللوكال اريا نتورك، المان الميديا اريا، الميديا لو الميديا اللو اللان اللوكال اريا نتورك، المان ميديا ميديوم اريا نتورك، والوان اللي هو الوايرلس او الوايد اريا نتورك، تمام؟ اما بالواب اول مرة نشوف الواب، ايش يعني واب؟ الواب عبارة عن وايرلس، برضو شبكة لاسلكية، ولكن تعتبر هذه الشبكة اكسس بوينت. ايش يعني اكسس بوينت؟ يعني فقط هذه بنستخدمها عشان نربط الأجهزة اللاسلكية إيش مع الأجهزة السلكية، تمام؟ ومن خلالها بنكون شبكة محلية، تمام؟ لقد تم إنتاج في الآونة الأخيرة جهاز مدمج أكسس بوينت أند راوتر، تمام؟ هذا الجهاز يا جماعة بيشتغل موجه للبيانات بالإضافة إلى ربط الأجهزة السلكية مع الأجهزة اللاسلكية، تمام؟ طيب مديني هنا صورة لجهاز الاكسس بوينت وجهاز الراوتر. هنا بقول لي صورة لجهاز اكسس بوينت اند راوتر. هذا الجهاز اللي قدامنا انا بتعامل معاه كاكسس بوينت وبتعامل معاه ايش، كراوتر. بتعامل معاه كاكسس بوينت في بحيث انه بيقدر يربط لي مجموعة من الحواسيب او مجموعة من الشبكات مع بعضها البعض، ومع راوتر انه هو بوزع لي الحزم او بوزع لي البيانات على كل الاجهزة اللي موجودة عندي في المنزل او في المكتب زي ما شفنا، واللي كنا بنسميها ايه، الشبكة اتنين. طيب الان بقول لي بعد ما انت تعرفت على هذا الجهاز الرئيسي اللي كان يعتبر كراوتر وكاكسس بوينت، بدنا نتأكد من انه جميع الحواسيب المحمولة بتحتوي على كارت شبكة وايرلس داخلي، تمام؟ اللي هو هذا كارت الشبكة اللي من خلاله انا بقدر اتواصل او بقدر اتصل بالشبكة، شبكة الانترنت، واللي احنا بنعرف اللي هو ايش، الواي فاي. بس بقول لي اذا كنت تمتلك حاسب شخصي مكتبي فما الحل؟ يعني اذا انت كنت بتمتلك جهاز بي سي، البيرسونال كمبيوتر، هذا اللي بنحطه على سطح المكتب او على المكتب، وطبعا بيكون في بوكس وشاشة وماوس ولوحة مفاتيح والكلام هذا، تمام؟ طيب بقول لي ايش الحل؟ يعني بقول لي جهاز صغير يربط بواسطة اليو اس بي بالحاسوب المكتبي، وبه هوائي يمكنك من الاتصال اللاسلكي بالراوتر. ايش يعني؟ بقول لي الحل عشان انا اتخلص من مشكلة البي سي. طبعا البي سي يا جماعة احنا قلنا انه البي سي جهاز حاسوب شخصي، مش زي الجوال اجي اشبك عليه الواي فاي او زي اللابتوب، تمام؟ فبقول لي في جهاز بيرتبط بواسطة اللي هو المدخل اللي احنا بنسميه السورتس،
او المداخل اللي هم البورتات اللي موجودة على أجهزة الحاسوب من ورا، أو على البوكس من ورا اللي احنا بنسميهم بورتس، مداخل، تمام. فبقول لي في جهاز صغير بنربطه بواسطة ايش؟ وصلة اليو اس بي بالحاسوب، تمام، وبه هوائي. كلمة هوائي اللي هي ايش يا جماعة؟ انت اكيد مر عليكم الجهاز هذا اللي بنربطه باليو اس بي، تمام. الهوائي المقصود فيه يا جماعة الانتن. ايش يعني انتن؟ يعني جهاز بيستقبل اشارة كهرومغناطيسية بحولها لكهربية، والعكس عند الطرف المستقبل، تمام. بالتالي انا لما بشبك هذا الجهاز او الهوائي فيه، او لما بكون الجهاز الهوائي هذا موجود على الجهاز الصغير مربوط بواسطة بورت يو اس بي، بالتالي انا بقدر اتصل بالشبكة اللاسلكية او ايش، او الراوتر، تمام. طيب جهاز الالفا، ايش يعني جهاز الالفا؟ ايش يعني جهاز الالفا؟ هذا جهاز الالفا يا جماعة زي ما احنا ملاحظين في الشاشة، هذه العصاية اللي هنا بنسميها ايش؟ انتن هوائي، تمام. طيب هذا الجهاز له وصلة يو اس بي يتصل من خلالها بجهاز الحاسوب، وبالتالي بيصبح زي كأنه جهاز ايش؟ كأنه جهاز لاسلكي، او بنسميه احنا راوتر، تمام. يبقى لما يقول لي مثال على جهاز صغير يربط بواسطة يو اس بي بالحاسوب ويعمل كراوتر لاسلكي، بنسميه ايش؟ بنقول له جهاز مين؟ جهاز الالف. طيب كابلات اليو تي بي، كلنا بنعرف كابلات اليو تي بي، وحكينا عنها في مادة إدارة الشبكات اللي هي الانشيلدد تويستد بير. وقلنا الانشيلدد تويستد بير يا جماعة هذه تستخدم للدخول إلى الراوتر وبرمجته، وأيضا من الممكن ربط الحواسيب القريبة من الراوتر بهذه الكابلات اللي هي بين قوسين الكوابل اللي احنا بنحط فيها او بنشبك فيها ايش؟ الارجية، تمام. بقول لي في الغالب ياتي هذا الكابل مع الراوتر، يعني الراوتر بيجي معاه الكابل اللي بنقدر نشبكه في مين؟ في جهاز الحاسوب او في خط الاي دي اس ال. طيب بقول لي بدناش نتطرق لكيفيه تفييش هذا الكابل. ايش يعني تفييش هذا الكابل؟ بدناش ناخذ احنا في المحاضره هذه كيف بدنا نمسك الأرجية ونكبس الأرجية، تمام، ونتعرف على الأسلاك المتصلة مع بعضها البعض اللي هم احنا قلنا في عنا 8 أسلاك. الثمان أسلاك هذول بدناش بقول نتطرق في عملية شبكة، لأنه هذا الكلام احنا يفترض عارفينه، أو كلام سهل ما بنضيفوش في الكتب، بالتالي بنروح على اليوتيوب مثلا أو بنروح على أي محاضرة تانية بنتعرف كيف بيتم ربط اللي هو الأسلاك في الأرجية، وإن شاء الله إذا ضل معانا وقت هنشرح كيف بيتم ربط الأرجية بالأسلاك. طيب نوع الهواء المستخدم، بقول لي أمني دايركشنال، أي أنه يبث في جميع الاتجاهات بصورة متساوية، مما يؤدي إلى تشتيت القدرة والمسافة التي يصلها الإشعاع. طيب موضوع يا جماعة الهوائيات أو الأنتنات اللي احنا بنسميهم أنتنز، احنا بنعرف يا جماعة إنه يوجد بداخل كل جهاز حاسوب لاسلكي او بداخل كل جهاز جوال في عندي نوع من انواع الانتنة اللي احنا بنسميه هوائي. المقصود بالهوائي يا جماعة انه عبارة عن جهاز الكتروني، هذا الجهاز بيقوم باستقبال الاشارة، طبعا الاشارة اللي بيستقبلها اشارة كهربية، بيمسك الاشارة اللي بيستقبلها اشارة كهرومغناطيسية، بيمسك الإشارات، طبعا هو بيكون في جهاز عند الطرف المرسل والطرف المستقبل. كيف يعني؟ يعني أنا لو مسكت هالجوال ورنيت على أحد الأشخاص مثلا، الآن الإشارة اللي أنا انبعثت من جوالي انبعثت عن طريق الهواء اللي موجود فيه. بالتحديد نوع الهواء اللي موجود في الجوال هو هواء شريطي، إحنا بنسميه أو الاسم العلمي له المايكروستريب باتش أنتنا. هذا الهواء يا جماعة بيشتغل على 2.4 جيجا هيرتز. بالتالي انا لما باجي ببعث الاشاره من الجوال، الاشاره طبعا بتصل او بتطلع من الجوال 100%، يعني الريتيرن لوست او الفقد في الاشاره ما بكونش في فقد في الاشاره على الاطلاق. ولكن ليش احيانا بعض الاشارات بتصلنا مشوشه او بتصل عند الطرف المستقبل مش مفهومه في 100%، او بتلاقي نص الكلام بيوصل والنص الثاني متقطع لسبب بسيط جدا، انه الاشاره في الطريق من الطرف المرسل للطرف المستقبل وهي ماشية بصير لها دروب. ايش يعني دروب؟ يعني بتصير تخبط في اشارات تانية وبتنزل، يعني بتكون كاملة لما بتطلع من جوالي بتكون الاشارة 100%. الان بعد مسافة قصيرة مثلا تنزل بتصير 99.9، بخبطت فيها اشارة. بعد كمان مسافة صغيرة بصير لها كمان دروب لانه خبطت في اشارة تانية.
في كونجستشن، في ازدحام في الاشارات، لكن الاشارات هذه احنا بنعرف انه بالعين المجرده احنا ما بنشوفها، او علم الشبكات بشكل عام وعلم الاشارات والانظمه سيجنالز اند سيستمز احنا ما بنشوفه، علم ما بتشوفه العين، تمام؟ بس بنقدر نحدد انه في عندي صار فقد في الاشاره ولا لا من خلال اللي هو الطرف، مين الطرف المستقبل. الان بقول لي في نوع من انواع الهوائيات هذا اللي موجود في الانتن، اللي موجود في الجوال، بنسميه اومني دايركشنال. يعني احنا يا جماعه الانتنات او الهوائيات عباره عن انواع، يعني في عندي انتنات مثلا دايركشنال. ايش يعني دايركشنال؟ يعني هذه بتبث باتجاه واحد. ايش يعني باتجاه واحد؟ تعال امسك ريموت التلفزيون وقلب على الشاشه زيك، بتلاقي مثلا في عندك طلع لك تحت مكتوب هوريزونتال او فيرتيكال. يعني الايش هذا؟ مثلا هذا الاستقطاب، الاستقطاب تبع الساتلايت اللي موجود فوق، يا اما فيرتيكال يا اما هوريزونتال. طيب الإشارة أو الهوائي اللي بيكون موجود في الجوال وبيجي بيستقبل الإشارة عشان يبعتها، أول ما بضرب اتصال على الجوال بلاقي الإشارة طلعت في اتجاه واحد، تمام؟ وكتير مرت معاك وبتلاقي أحيانا بتصير تقول للشخص اللي أنت بتتكلم معاه اقف في مكان كويس أنا مش سامعك. السبب إنه الأنتنة اللي موجودة في الجوال هذه أنتنة مايكرو ستريب، إنه الأنتنة اللي موجودة هذه أنتنة دايركشنال. إيش يعني دايركشنال؟ يعني بتمر فقط في اتجاه واحد، محددة الاتجاه. فقال لك لا، في نوع تاني اسمه الاومني دايركشنال. ايش يعني اومني دايركشنال؟ يعني متعدده الاتجاه، يعني بتبث في جميع الاتجاهات، في اي مكان وقفت فيه بتلاقي الاشاره بتصل الطرف المستقبل بصوره صحيحه وبدون اي ريتين لوس او بدون فقد في الاشاره، تمام؟ طيب بقول لي مما يؤدي الى تشتيت القدره. هذا يا جماعه بيسبب لي تشتيت القدره. فاحنا في عندنا شيء في الاتصالات بنسميه القدره او الجين، الكسب، تمام؟ الآن يا جماعة إيش المقصود بالقدرة؟ القدرة لما أنا باجي ببعت الإشارة، هل الإشارة لما ببعتها في اتجاه واحد القدرة تاعتها بتكون زي لما ببعت الإشارة في جميع الاتجاهات؟ أكيد لا. صح الإشارة هناك بتصلني بصورة أحسن، أو إنه مثلا أي مكان حاجة فيه حلقط الإشارة، بس بضل الجين أو الكسب أو القدرة تاعت الإشارة بتكون ماشية في الدايركشنال بصورة إيش؟ أقوى من الاومني دايركشن، ما بيصيرش فيه تشتيت عندي للاشاره، تمام؟ طيب الكلام اللي مكتوب هنا نفس الكلام اللي انا حكيته، بس هو مختصر واختصار كبير. ايش بقول؟ بقول المسافه التي يصلها الاشعاع تعتمد على العوائق. ايش هي العوائق؟ زي الحائط، زي الاشجار، زي الاشارات الثانيه. بقول وهكذا، اذا اردت ان تستخدمه في بيتك فانصحك ان تضعه في وسط المنزل لتغطيه شامله. المخطط الإشعاعي للبث، يعني هذا هو المخطط الإشعاعي لمين؟ للبث. طيب هذا الموضوع يا جماعة موضوع طويل جدا 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 في هندسة الاتصالات أو في أنظمة الاتصالات، إحنا ما بدناش نفوت فيه. خلاصة الكلام إنه الأمني دايركشنال بيقول لي عشانه ببث في جميع الاتجاهات، فلما يلاقي فيه حيط قدامه حي الإشارة حيصير لها دروب، حتقل. لما بلاقي شجرة، لأنه أغلب الإشارات أغلب العوائق اللي بتكون موجودة قدامك في الطبيعة هذه داخل فيها إشارات، فبالتالي لما أنا بدي أجي أتصل أو أجري مكالمة جوال بلاقي إنه الإشارة دخلت في خبطت في حيط مثلا، والحيط هذا عليها إشارات، أو ممكن الحيط هذا من الأساس تشكل عائق للإشارة، كويس؟ طيب فهو بيقول لي أنا بنصحك إنه أنت تحط الراوتر هذا في منتصف البيت حتى ما يكونش فيه إله إيش؟ حتى ما يكون فيه إله إيش؟ عائق. طيب ممتاز. نيجي للشكل تاعها، طبعا هي شكل الاومني دايركشنال. بقول لي وايضا ظهرت في الاونه الاخيره انواع من الراوتر. هذه الانواع من الراوتر تحتوي على هوائيات عديده، 2 أو 3 أو 6، يعني في نفس الراوتر بكون في اكثر، وهذا شيء طبيعي يا جماعه، لانه لو كان انا في عندي نوع الهوائي دايركشنال يعني ببث في اتجاه واحد، من الطبيعي انه يكون في عندي اكثر من انتنه واكثر من هوائي في الراوتر، لانه هي المسؤوله عن ارسال واستقبال الاشارات. يمكن احنا اول مره نعرف انه انا في عندي انتنه في جوالي او هوائي شريط في جوالي. لولا الهوائي الشريط اللي موجود في الجوال انا لا بقدر ارسل بيانات ولا بقدر اعمل اتصالات على الجوال، تمام؟ ولكن نظرا لصغر حجم هذه الهوائيات او هذه الانتنات احنا ما بنشوفها او ما بنطلع عليها، وخرابها قليل، يعني نسبة العطل في الجوال بتكون فيها قليلة، إلا طبعا لما يصير في عطل في كامل الجوال أو في كامل الحاسوب، تمام؟ فبقول لي إنه في الراوتر بكون في عندي أكثر من هوايا وأكثر من أنتنة، ممكن يكون عندي 2، ممكن يكون عندي 3، بقول لي في درجة الأحيان أو في بعض الأحيان يصل إلى 6 راوترات أو 6 هوائيات موجودة في نفس الراوتر، تمام؟
تبث بنفس هذا المخطط. ايش يعني نفس هذا المخطط؟ بتبث كلها في جميع الاتجاهات. فتخيل لما يكون في عندي 6 هوائيات موجودين في الراوتر، ال6 هوائيات هذول ببثوا في جميع الاتجاهات والمسافات ايش مالها؟ بعيدة، تمام؟ طيب بقول لي وذلك لأن هذه الهوائيات مربوطة على التوالي، وأيضا يمكن استخدام راوتر ذا قدرة عالية وذلك لتقوية الإشارة. ممكن أنا أستخدم راوتر تاني تكون القوة تاعته أو القدرة تاعته عالية عشان إيش؟ نعمل مش ريبيت أمبليفاير للإشارة، نقوي الإشارة، تمام؟ من الممكن تغيير الهوائي إلى هوائي ذو كسب أعلى وذلك لتقوية البث، ويقاس مستوى الكسب الهوائي بالديسيبل دي بي آي، تمام؟ دي بي هذا اختصار ديسيبل، والاي ايستروبيك، تمام؟ وكلما زاد او ازداد كلما كانت بث الاشاره اقوى في الصوره ادناه هوائي ذو كسب ديسيبل او 8 ديسيبل ايستروبيك. طيب بقول لي درجه الكسب في الهوائي عندي قديش؟ 8 ديسيبل. حلو. طيب احنا اعطانا معلومه مهمه انه يقاس مستوى كسب الهوائي بمين؟ بالديسيبل. فأداني قال للراوتر اللي عندي درجة الكسب فيه قديش؟ 8 ديسيبل. طيب الديسيبل هذه وحدة قياس بنقيس من خلالها قدرة الإشارة أو قوة الإشارة، هو اللي احنا بنسميه في هندسة الاتصالات الجين أو الكسب، تمام؟ أو يعني بدنا نعرف احنا بدناش احنا ندخل في تفاصيل تانية، بس أنا بدي أقول لكم إنه في عندي إشي اسمه إفيشنسي الكفاءة، في عندي إشي اسمه الجين، وفي عندي إشي اسمه الباور مثلا، تمام؟ بدنا نتعرف على الثلاث شغلات هذول، ونتعرف بالإضافة إلهم على شيء اسمه الديسيبل أو وحدة قياس الهوائي أو الإشارة اللي هي الديسيبل أو الديسيبل آي أيستروبي، هنتعرف عليهم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. الموضوع سهل وممتع أكثر من إدارة الشبكات ومن إيش؟ من الشبكات المتقدمة، تمام؟ إحنا بدناش نروح مباشرة على الفصل الثاني برمجة الشبكات، لا، خلونا نتوسع شوية في موضوع الديسيبل والجين اللي هو الكسب والإفشانسي، تمام؟ هذا بالنسبة للمحاضرة الأولى في مادة مواضيع خاصة أو مواضيع مختارة في هندسة الشبكات أو في شبكات الحاسوب، تمام؟ إن بتمنى تكونوا استفدتوا، والموضوع هذا مهم، والسلايد هذا حلو، ولغته سليمة وسهلة وبسيطة، يعني بتمنى تكونوا استفدتوا وتراجعوا الكلام اللي أنا حكيته. في نقطة مهمة يا جماعة، إنه الكلام اللي أنا بحكيه يعني مش كل الكلام اللي أنا بحكيه بيكون موجود في السلايد، فبدي تراعوا يعني تحضروا المحاضرة وتركزوا فيها شوي، لأنه يعني في الواجبات مثلا حاجة أقول لك المرة الجاية، يمكن أنا حكيت لكم في الواجبات في المواد الثانية، في الواجب أنا حبعت واجب بقول لك بناء على المحاضرة السابقة أو يجب مشاهدة فيديو المحاضرة السابقة، تمام؟ إن شاء الله بشوفكم في اللقاء القادم، تحياتي لكم ويعطيكم ألف عافية.